مرحبا بكم. إن آخر مكان سيرغب المرء في أن يواجه مشكلة فيه أن يكون على متن طائرة في السماء على ارتفاع آلاف الكيلومترات. وبالطبع الحوادث عبر السفر جوا تكون أقل من التي تحدث باستمرار على البر، لكن الجدير بالذكر أننا سنتفق على أن التعرض لحادثة أو مشكلة على متن طائرة ليس بالأمر الهين، ونسب النجاة منه شبه منعدمة تقريبا. ابقوا معنا حتى النهاية، لأنكم ستشاهدون اليوم أحد أكثر مقاطع الفيديو التي تم تصويرها على متن الطائرات غرابة وإذهالا، والتي ستفاجئكم بالتأكيد. قد تكون المقاطع التالية مجرد فيديوهات انتشرت في الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعية، بل بعض البرامج حتى لما يراه البعض مخلوقات فضائية. والسبب في إدراجنا لهذه الفقرة هو التأكيد على أنها مجرد فبركة، وليس كل ما يراه المرء على شاشة هاتفه حقيقياً، فالبعض ماهر في التزييف لدرجة البراعة والاحتراف. والجدير بالذكر أن كلا المقطعين تم تصويرهما جوا، بحيث يعتقد بأن الأولى في اليابان والثانية في الولايات المتحدة، ومن الغريب أن كل شكل في الصور يشبه ما يبدو عليه الأمر في تلك البلدان، فمن عساه لا يصدق وجود شخص طائر كهذا. على أي، فلننتقل لبعض المقاطع الحقيقية. إذا كنتم على متن الطائرة وسمعتم الربان يقول بأنكم ستحلقون عبر عين إعصار، فلن يكون ذلك بمثابة خبر سعيد لأي منكم. ويجدر الذكر أن ما تشاهدونه الآن هو ما تم تصويره خلال تحليق هذه الطائرة عبر إعصار إيدا، الذي دمر بالولايات المتحدة وخلف خسائر مادية قدرت ب 66 مليار دولار. وفي المقطع الذي تم تصويره كان طاقم قيادة الطائرة على قدم وساق من أجل النجاة بأرواحهم وأرواح من يقلون معهم. وبما أن الرحلة مرت بسلام رغم كل ما حدث ونجا الجميع دون أي إصابات، فليس غريبا أن الفيديو حصد ملايين المشاهدات، بحيث ما كان لا يصدق أحد الأمر لو لم يتم تصويره عن طريق الكاميرا التي وثقت الحادثة. ويجدر بالذكر أن مقاطع الفيديو التي تم تصويرها من قمرة القيادة تم نشرها من طرف وكالة الأرصاد الجوية والسلطات المحلية مع عامة الناس، فبعد كل شيء قلما نرى أمورا كهذه في حياتنا. سبق وتم تصوير أكثر من فيلم واحد لقصص حوادث الطائرات التي كان السبب وراءها الثعابين، بحيث تنتشر في الطائرة بين المسافرين والحقائب والحمولة وما إلى ذلك. لكن الجدير بذكر أن هذه الحالة حدثت حقا، بحيث تم نشر مقطع فيديو عام 2016 لشخص كان على متن طائرة وتمكن من تصوير أفعى فوق نافذة في الجهة المقابلة أمامه. وبما أن الطائرة كانت متجهة نحو مطار نيو مكسيكو، فقد عاش الركاب رعبا حقيقيا فور رؤيتهم للثعبان الكبير الحجم الذي لم يعرف أحد ما الذي جاء به وسط الطائرة ولا السبب وراء تواجده هناك. ورغم أن الحادثة مرت بسلام في النهاية، لأن أحد الركاب أخبر الجميع بأن الثعبان غير سام، فإن الجدير بالذكر عدم تمكن السلطات أو المحققين من معرفة من هرب الثعبان ولا كيفية دخوله للطائرة إلى حد الساعة. رغم وجود تكنولوجيا وتقنية تسمح للناس بتصوير أي شيء يريدون بهاتفهم أو كاميراتهم، فإن الحادثة التي سنتحدث عنها الآن تعتبر أشهر وأسوأ حادثة طيران في العالم، بل تعتبر الأسرع أيضا، وتعرف لدى الكثيرين باسم حادثة المحرك الأيسر. فرحلة طيران الخطوط الأمريكية DS-1091 أقلعت من شيكاغو أوهايو عام 1979، بحيث إنها وفور ارتفاعها من الأرض بأمتار قليلة انفجر محركها الأيسر لتقوم بلفة ستجعلها تسقط على الفور لتنفجر وتشتعل فيها النيران بمن فيها، بحيث توفي كل الركاب الذين بلغ عددهم 271 شخصا إضافة لطاقم الطائرة على الفور. وسبب أهمية هذه الحادثة رغم هولها وخطورتها أنها ساعدت كثيرا في تطوير المحركات وصناعة الطائرات بشكل عام، وبسببها تم تطوير نظام الهيدروليكي للمحركات إضافة إلى تثبيتها وتوفير العديد من إجراءات السلامة المسبقة التي تساعد على الإقلاع والنزول بشكل آمن، إضافة إلى تمكين الطيارين من السيطرة على أي مشكلة قد تحدث في السماء خلال قيادة الطائرة. وبالنسبة لمن سبق وركب على متن طائرة من قبل، فإن لحظة الإقلاع والنزول هي الأسوأ بالنسبة للكثيرين. إذا كان وجود الثعبان أو الأفعى في الطائرة أمراً مخيفاً، فما بالكم حيال عقرب والذي لا يمكن رصده ويمتلك من الخطورة ما يكفي ليكون أكثر إخافة وإثارة للرعب من الأفعى. ومثل ما نعرف جميعاً، كلما كان حجم العقرب صغيراً كان مفعول سمه وقوته أكبر. وصدق الأمر أو لا،
كانت هناك أكثر من حالة وجود عقارب واحدة. فعلى سبيل المثال، عام 2016 تعرض أحد الركاب لعضة عقرب على متن رحلة الطيران الأمريكية رقم 1554، والتي كانت مقلعة من سان فرانسيسكو نحو أتلانتا في الولايات المتحدة. وعلى ما يبدو، رغم كل التشديد في البحث والتفتيش في المطارات، فإن هناك من يقوم بتمرير الحيوانات والكثير من الأمور ضمن حقائبهم بعد خداع رجال أمن المطار. فما الذي كنتم لا تقومون بتهريبه إذا كنتم وسط رحلة طيران؟ اكتبوا إجاباتكم في التعليقات. عندما يواجه الطيار توقف طائرته في السماء، فأول ما يفكر به هو الطريقة التي يمكنه أن ينزل بها مع الحفاظ على حياته وحياة من معه على متن الطائرة. وعلى ما يبدو، قرر هذا الرجل الذي كان على متن طائرة صغيرة في رحلة نحو هاواي، قرر تصوير آخر لحظات حياته، ليتضح في النهاية أن الطيار ماهر كفاية، إذ تمكن من النزول على المياه بأقل الأضرار الممكنة. وبالطبع، تمكن الطيار والركاب الثمانية من النزول على المياه دون أي أضرار تذكر، وتمكن الرجل الذي كان يصور ما يحدث من تصويره حتى النهاية، بحيث غرقت السفينة بعدما خرج الجميع وأخرجوا معهم أهم ممتلكاتهم وعدة النجاة، حتى أتى خفر السواحل وطاقم المساعدة من أجل نجدتهم جميعا. ولحسن الحظ، كانت الرحلة بين جزر هاواي، ما يعني بأن قدوم النجدة أمر مؤكد لدرجة كبيرة، وهو ما آلت إليه الأمور في النهاية.